للأسد عن سلطة قد أزفت. In pushing Assad to give up his chemical weapons. Syria's Bashar al-Assad has desperately been trying to avoid that fate. He tells Assad, tells the AFP that the chemical attack. بمظاهرة سلمية عمت معظم المحافظات. Assad has been propped up by Canada. يجب أن يرحل الأسد. هذا هو العنوان الرئيس الذي بدأت تتناقله الماكينة الإعلامية الغربية والعربية المأجورة عبر وسائلها المختلفة مطلع العام 2011. لكن عام 2002 هو البداية، أي بعد عامين من انتخاب الدكتور بشار الأسد رئيسا للبلاد. 2002 مؤتمر القمة العربية. لماذا على الرئيس الأسد الرحيل؟ جاءت كلمات الرئيس الأسد خلال مؤتمر القمة العربية قبل عام واحد من الغزو الأمريكي للعراق لتكشف أهداف الأمريكي في المنطقة. القضية هي موضوع السيطرة، السيطرة على العالم، على المنطقة كله واحد. القضية هي النفط، والنفط هو أحد الأدوات للسيطرة على العالم. القضية هي إعادة رسم الخريطة بالشكل الذي يناسبهم ويناسب طبعا إسرائيل، وهذا جانب آخر من الموضوع. القضية هي تدمير البنية التحتية للعراق وعلى رأسها العلماء. Additionally, the United States will retain control of oil fields in northeast Syria. We're keeping the oil. Remember that. I've always said that. Keep the oil. We want to keep the oil. $45 million a month. Keep the oil. 2003 غزو العراق. Coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. سقوط بغداد نيسان 2003. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يصل العاصمة السورية في أيار من العام ذاته محملا برسالة مفادها أن على الرئيس الأسد أن يختار إما أن يكون جزءا من مستقبل إيجابي على حد تعبيره أو أن يبقى في الماضي مع السياسات التي يتبعها. محطة شكلت مفصلا في تاريخ العلاقات الأمريكية السورية، رفض الأسد للممارسات الأمريكية في المنطقة وعلى رأسها غزو العراق أزعج إدارة البيت الأبيض. عرض كولين باول حمل تهديدا مبطنا أن دمشق ستدفع ثمن وقوفها في وجه مخططات واشنطن في المنطقة، كلام أكدته مديرة الشؤون العامة في السفارة الأمريكية في بيروت جولييت وور. تصريح جولييت وور: الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في سوريا بل إلى تغيير تصرفاته. التصرفات التي قصدتها: الدفاع عن استقلال العراق، العلاقة مع حركات التحرير الفلسطينية ضد الكيان الإسرائيلي، ودعم لبنان والمقاومة اللبنانية. حرب تموز عام 2006. كيان الاحتلال الإسرائيلي يعلن صراحة أن دمشق يجب أن تدفع ثمن دورها في نتائج هذه الحرب، نتائج لم تتمثل فقط في الهزيمة العسكرية الإسرائيلية. حرب تموز هذه أنتجت معادلات أرعبت محور واشنطن تل أبيب الذي لطالما راهن على الطائفية لإشعال المنطقة بالحروب والفتن. أهل الشام يفتحون بيوتهم وقلوبهم لإخوانهم في الجنوب اللبناني، يجمعون كل ما حاول الأعداء تقسيمهم به من ادعاءات الطائفية وفرقة دينية عرقية وإثنية، الأمر الذي أقلق الإدارة الأمريكية. صيف عام 2006 الساخن فرض على واشنطن تغيير نهج علاقاتها لتشهد تلك الفترة تحولا أعلنته واشنطن وتكثفت من بعده التقاربات التركية القطرية مع العاصمة السورية دمشق عام 2007 عبر إملاءات من الإدارة الأمريكية، الأمر الذي لم يفلح بتغيير موقف الرئيس السوري بشار الأسد بالتخلي عن محور المقاومة. الرئيس الأسد يتجاهل أولمارت. المشهد على هامش لقاء قمة باريس عام 2008 لم يكن عابرا. تجاهل الرئيس السوري بشار الأسد لرئيس حكومة الكيان الصهيوني وقتئذ إيهود أولمارت رسالة واضحة: الأسد لن يتخلى عن الجولان السوري المحتل ولا عن القضية الفلسطينية، ولن يصافح قتلة أبناء الشعب الفلسطيني. دمشق لن تمرر مشاريع التطبيع والسلام المزعوم مع كيان الاحتلال الغاصب. إيهود أولمارت
وفي وقت لاحق من العام 2020 صرح بأن موقف سوريا من المقاومة هو سبب ما تواجهه من حرب مدمرة، مدعيا بأن الرئيس الأسد ارتكب غلطة عمره وفق تعبيره عندما رفض مرة أخرى لقاءه في أنقرة عام 2008 عبر وساطة تركية قائلا: لو اتفق معي والتقى بي ووقعنا اتفاقا لما كان الأسد وصل إلى حرب أهلية في سوريا. بهذا يمكن تفسير كيف تحولت العواصم الأربع المتقاربة مع دمشق منذ عام 2007 وحتى الشهر الأول من عام 2011، وهي باريس، أنقرة، الدوحة وواشنطن، إلى العواصم الأكثر تشددا ضد السلطة السورية في فترة نشوب الأزمة السورية. 2011، بداية الأزمة السورية. تبعات هزيمة المحور الأمريكي الإسرائيلي في حرب تموز تستمر. كسر اللحمة الوطنية السورية ومنهج الاعتدال والتسامح هو الهدف الآن. حرب جديدة سلاحها الفتنة الطائفية، أدواتها منابر إعلامية عربية وأجنبية، جنودها يحملون الحقد والكراهية تحت راية الإسلام. الشيخ البوطي وأمثاله ومن يدعون أنهم من العلماء سيلقون الله بدماء هذا الشعب. عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين، اللي بيكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتدبرة في الأرض هو ظالم مثلها، يأخذ ما حكمها. فكل من يعني يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء. الرد السوري جاء مزيدا من التمسك بنهج الاعتدال والتسامح كسلاح حمله شهيد المحراب الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في وجه التكفير والتشدد، قبل أن تغتاله يد الإرهاب في 21 من آذار عام 2013، حين دعا للتمسك بمحور المقاومة والإسلام السمح الذي يدعو لوحدة أبناء الوطن السوري. العزف على وتر الطائفية لا يصلح الفساد أيها الإخوة أبدا، وإنما يزيد الفساد، بل ربما أقول لكم يخلق الفساد. فأنا أعجب أن أخي الشيخ يوسف القرضاوي يعلم هذه الحقيقة. الآن تثير مشاعر الطائفية وتضرب على وتره، وبالأمس أتيح لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تتخذ لنفسك شهادة أو شاهدا بين يدي الله يوم القيامة. لماذا لم تفعل؟ تضحية الشهيد البوطي ستبقى خالدة في الذاكرة، شأنها شأن تضحيات محفورة في وجدان وذاكرة التاريخ العربي، وسيرته ستظل مثالا للفكر الديني الدمشقي المعتدل. شأنه في ذلك أيضا شأن المطران هيلاريون كابوجي الذي صدر للعالم صورة رجل الدين الملتزم بقضايا الإنسانية، وغيرهم كثر من قامات دينية ووطنية شامخة دفعوا حياتهم ثمنا بسبب اعتدالهم والتزامهم بقضاياهم الوطنية وقولهم كلمة الحق، متمسكين بعروة المحبة الوثقة. سوريا الضوء الأبيض، النور اللي بيضوي علينا كلنا، بس الضوء الأبيض ما بيتكون إلا لتتجمع عدة ألوان مع بعض البعض، وهون أساس ضوء سوريا بتنوع ألوانه، بغنى ثقافاته. وفي كتار حاولوا كتير يخلوا كل لون لحال لتبطل سوريا الضوء، بس ما قدروا. نهج المحبة والإنسانية هذا نهج متأصل في هذه الأرض، مهد الحضارات والديانات السماوية التي يزيد عمر تاريخها عن 7000 عام. وفي أهلها الذين لو قدر لهذا العالم أن يحكم بالأخلاق لكانوا خير من يحكم. لكن ماذا لو رحل الأسد فعلاً؟ هل كانت واشنطن ستمتنع عن وضع دستور طائفي لسوريا شبيها بدستور بريمر في العراق؟ هل كان ليحظى السوريون بوطن موحد، أم أن أبناء حمص ودرعا والحسكة سيزورون شاطئ اللاذقية بجواز سفر؟
هل كان ليشرب أبناء دير الزور والرقة وحلب وحماة من مياه نبع الفيشة الدمشقي؟ هل كان زيتون إدلب وزيتها ليزين موائد إفطار أطفالنا كل مطلع شمس؟ هل كان ليخبز أبناء دمشق وطرطوس والسويداء خبزهم من حقول قمح الجزيرة السورية؟ أم أننا سنخرج من أبواب دمشق السبعة إلى دويلات ترفع رايات بألوان مختلفة؟ أم أن أبواب دمشق السبعة لن تصل بنا إلى قلب الشام؟ أم أن أبواب دمشق السبعة لن تصل بنا إلى الجامع الأموي وكنيسة حنانيا ومقام السيدة رقية، أو إلى شارع القشلة وخان أسعد باشا والنوفرة ومكتب عمار؟ لو أجبت عن هذه الأسئلة ستعلم لماذا لم يرحل الأسد.